السلام عليكم، مساء النور ومساء الخير عليكم يا وجوه الخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واليوم جبت لكم قصة جديدة، ولكن قبل ما ندخلوا في القصة مباشرة ما فيها باس الا ذكرتكم بانكم تدخلوا تابوناو في لاشين سمح حكيتي رقم جوجو، كذلك امينة ستوريز. ما تنساوش لاشين ديال اختي من الدعم ديالكم، الله يجازيكم بخير، محتاجة لكم بزاف. قناتها اسم ديالها حكيت الناس، الايقونة ديالها بالاحمر. نبداو القصة ديال اليوم على بركة الله. والقصة كتقول: السلام عليكم، أنا نعيمة والعمر ديالي 27 سنة، واليوم بغيت نعود لكم القصة ديالي، ولكن أخواتاتي عفاكم إلى ما نصحوني وبلا ما تجرحوني، اللي فيا كافيني. المهم أنا تربيت وتزاديت في أسرة الحمد لله لبس علينا، وما كان خاصنا تشي حاجة. الأب ديالي عنده مشروع خاص به، كان الحمد لله معيشنا عيشة زوينة. إحنا أربعة بينا، ثلاثة ديال البنات وولد واحد، أنا هي متوسطة فيهم. المهم قريت حتى وصلت للباك، تما صافي قررت انني نخرج من القرايه. والسبب هذا الشخص هذا اللي غادي نعاود لكم عليه، واللي غادي يكون الزوج ديالي. هذا السيد هذا كنت تعرفت عليه غير في التليفون، كنت تعرفت عليه الصراحه في مواقع التواصل الاجتماعي. هو ماشي مغربي، هو الصراحه نصراني. انا من الاول ومش حال هذه كان عندي الفكره ديال انني نتزوج واحد ماشي من المغرب، كنت كنحلم باوروبا. وهذا الشيء راجع لداك الشيء اللي كنت كنشوف خالتي عايشه فيه، لان خالتي مزوجه بواحد السيد عربي ماشي مغربي وكيكون في اوروبا، وكان معيشه الصراحه في الخير والخمير. كنت دائما كتجيني الغيره من خالتي، ماشي زعما كنحسدها، وانما كنقول سعداتها مزوجه بهذا الراجل متفتح ومزيان وما مخلي على قبلها حتى شي حاجه. كذب عليكم، ما كنتش باغا نتزوج به اصلا مغربي، ولكن قلت ماشي مشكل، واخا يكون مغربي ويكون في اوروبا ما عنديش مشكل. داكشي علاش كنت كندخل المواقع ديال الزواج وكنقلب على شي راجل يكون في اوروبا، حتى طحت على هاد خينا هذا. ولكن هاد خينا هذا كان قاوري. انا في ديك الوقيته كنت كنهضر مع شي ثلاثه ديال الشباب، كانوا واحد فيهم مغربي وواحد مصري وواحد لبناني. دخل عندي هاد السيد هذا اللي غادي يكون الزوج ديالي، هاد السيد نصراني قاوري عايش في سويسرا. المهم هاد السيد هذا كان صيفط لي انفيتاسيون، بطبيعه الحال قبلته، بقيت كنهضر معاه، ولكن الصراحه ما كانتش عندي اللغه 100% باش نهضر معاه، واخا انا صراحه كنت كنقرا شحال من اللغه، وكان الاب ديالي مسكين كيخلص عليا الزباب ديال الفلوس باش انا نقرا. صافي مي شافني ما بغيتش نكمل قرايتي دار لي خاطري، قلت ليه انا غير نقرا اللغات شحال ما قريت ديال اللغات غادي ان شاء الله تنفعني، مع العلم انني تخطبت بزاف ديال الرجال وما بغيتش نتزوج. شنو غادي نقول لكم؟ نقدر نقول لكم انه كان عاجبني زيني، وكنت كنحمق على راسي، كان عزيز عليا راسي، زوينه وطويله وعامره، ما بيضه ما سمره، اللون ديالي قمحي، المهم بحال اللون ديال البرازيليات. كنت كنموت على راسي، وحتى الناس كنت كنعجبهم بزاف، زيني مقبول بزاف. المهم الاب ديالي مسكين قال لي ما عنديش مشكل دخلي تقراي، غير دخلي سوق راسك وصافي. حنا الحمد لله واخا كنا لاباس علينا ومتفتحين شويه، ولكن الاب ديالي كان صعيب، وكان دائما كيقول لينا لا خصكم تكونوا مؤدبات ومحترمات وتلبسوا المحترم. الاب ديالي قبل ما يدخلني نقرا اللغه كان فرض عليا ندير الحجاب. في الاول ما بغيت ندير الحجاب، قال لي لما بغيتيش ديري الفولار ديالك غادي تجلسي في الدار. فعلا اضطريت انني ندير الفولار ونصلي وندخل سوق راسي، فعلا لقيت راحتي النفسيه في داك الشيء هذاك، واخا في الاول كان غير مفروض عليا، ولكن من بعد لقيت راحتي في داك الشيء هذاك. المهم غادي نكمل لكم. داك السيد صيفط لي لانفيتاسيون، قبلته حتى هو، وليت كنهضر مع اربعه ديال الرجال في اطار زعما الاحترام، كنت محترمه راسي وفارض عليهم انهم يحترموني. صافي ثلاثة بربعه بيهم كيكونوا خارج المغرب، وكنت زعما انا غير كنرمي الصناره ديالي وصافي، واللي طلعت ليا هذاك هو. ما كانش عندي مشكل في الاخلاق وفي المبادئ، فقط انا باغا نخرج خارج ارض الوطن. صافي مي شفت السيد عايش في سويسرا، صافي ما نكذبش عليكم طمعت ديال بصح، وليت كنخل هذوك بثلاثه، كل مره كندير اعذار. في الاخر قلت لهم بثلاثه بيهم بلي انا تخطبت وغادي نتزوج. صافي ما بقيتش كنتكونيكتا معاهم، وداك الموقع ما بقيتش اصلا كندخل ليه، لان السيد عطيتو الرقم ديالي ديال الواتساب وبقى كيهضر معايا في الواتساب. بقينا كنهضروا انا وياه، هذا النهار غدا كيعرفني عليه انا كذلك. وليت كنقرا اللغه الحمد لله، وليت كنتكونيكتا معاه عادي، ما كانش عندي مشكل حتى في الهضره كنهضر معاه عادي. واخا في الاول الصراحه لقيت شويه ديال الصعوبات، ولكن مع الوقت وليت الحمد لله مزيانه. داك السيد هذاك عنده تقريبا 45 عام في عمره، أيها البنات راجل كبير وماشي صغير. كان ديجا مزوج جوج ديال المرات ومطلق، يعني السيد
تبارك الله اجي وجاي على العمر جاي قريب على الاب ديالي. المهم انا في الاول كنت كنهضر معاه زعما كنشوف واش يقدر يعجبني، لا عجبني غادي نستمر معاه، ما عجبنيش صافي الله يعاوننا الله يعاونو. ولكن من بعد فاش بقى كيهضر معايا وكيوريني شنو عنده وكيقول لي على الاملاك اللي عنده داكشي، صافي بحال نقولوا انا كبرت كرشي وطمعت. بقيت معاه هذا النهار غدا هذا النهار غدا، هو كان صراحه طلب مني الزواج مع كنت صيفطو الصوره ديالي وشحال من مره هضرنا انا وياه ابي الفيديو، صراحه عجبني وعجبته. هو كان زعر الشاب بزاف وعيني زرقين، يعني واخا صراحه كبير ما كانش باين فيه دوك الكبر، اما انا راه تبارك الله عليا كنت زوينه بزاف. صافي هي هذيك فاش بقينا كنهضروا انا وياه ابي الفيديو عجبني عجبته، طلب مني الزواج. قال لي واش لا تقدمت لك الزواج تزوجي بيا؟ قلت ليه نفكر ورد عليك. بطبيعه الحال ما بغيتش اصلا نفكر لان هذه همزه كيف ما كيقولوا المغاربه دجاجه بكمونها، قلت انا غادي نتزوج بيه ونتوكل على الله. المهم ما بغيتش الصراحه نزرب على راسي وكنت بايعه عليه شبابي غالي، وفين ما يهضر لي على الزواج كنقول ليه ان شاء الله ان شاء الله نفكر ورد عليك، حتى الوقيته اللي قرر يهبط للمغرب ويشوفني مباشره. فهاد الوقيته كنت هضرت مع الام ديالي وقلت ليها شنو كاين شنو كاين، قالت لي شوفي بنتي ما تثقي حتى بشي واحد، راه الكور كيف ما كان الحال كيبقاو كور والديانه ديالهم بعيده على الديانه ديالنا. قلت لها شوفي يا ماما انا ما عنديش مشكل في الديانه ديالو حيت نقدر نرجعو يسلم عادي. قالت لي وراه خصك الا بغيتي تزوجي بيه خصو يسلم وما تثقيش. قلت لها المهم هو راه نزل المغرب خصك ضروري تعاونيني باش نشوفو هكا مباشره ونتلاقى معاه ونشوف شنو تحت راسو. المهم الوالده ديالي مسكينه دائما كانت كتوصيني باش ما نتيقش، قالت لي واخا تلاقاي بيه حدي راسك منه، عندك يقول لك يلا تمشي معايا للبلاصه الفلانيه وتمشي مع شي دار ولا صافي تلاقاي معاه في شي بلاصه تكون فيها الناس. فعلا مشيت تلاقيت معاه وما تلاقيتش معاه في المدينه ديالنا، فضلت انني نتلاقى معاه في واحد المدينه اقرب مدينه لينا باش ما يشوفنيش الوالد ديالي ولا شي حد ويشكم بيا. ايوا هي هذيك اختي امينه، تلاقيت مع داك السيد الصراحه اش غادي نقول لكم، واخا كبير في العمر كما قلت لكم ما باينش عليه وزوين بزاف، جاب لي الكادويات غير الغالي، جاب لي داك الشيء واعر والله العظيم وبلا ما نفشر عليكم، جاب لي واحد الساعه قسما بالله الا دايره 2500 درهم غاليه، ساعه واحده دايره 2500 درهم بلا لي بارفان بلا الحوايج بلا الكادوات. المهم جاب لي الشوكولات جاب لي كل شيء، جاب لي واحد الصاك عامر مترتق بالحوايج. المهم فرحت بداك الشيء هذاك، الصراحه ما كنتش كنبين له انني فرحانه وان حتى شي حاجه ما كتغويني، عرفتوا علاش؟ باش ما يقولش عليا طماعه. هضرنا انا وياه دينا وجبنا بالكلام، قال لي انا فعلا باغيك للزواج، الا بغيتي تزوجي بيا مستعد نطلبك من عائلتكم. كنت كندي غير بخاء ان شاء الله، وخاء ان شاء الله، وخا هو الصراحه ما كيامن لا بالله ولا شنو كتعني ان شاء الله، حيت هو كيف ما قلت لكم مقاوري ابا عن جد. صافي هي هذيك تلاقيت بيه ذاك النهار اقتنعت به زوج. قلت لماما قلت ليها شنو ها شنو معوريت هذاك الشيء اللي جات، حتى ماما بحال طمعت، قالت لي بنتي هذا راه ميزه ما تمنعيش من يديك، هو اللي غادي يتهلا فيك وانت اصلا شحال هذه وانت كتمنى يكون عندك شي راجل بحال هذا. مع داك خالتي بيني وبينكم كان دائما بحال كتبان علينا براجلها وبداك الشيء اللي كيجيب لها. صافي هي هذيك قلت لماما واش صافي نوافق على زواجي بيه؟ قالت لي وافقي ولكن قبل شرطي عليه انه يدخل الاسلام. قلت ليها كون كانيه. صافي هي هذيك هضرت معاك قلت لي باغي نتلاقى معاك لثاني مره، هاد المره تلاقيت معاه غير في المدينه ديالنا، تلاقى معايا هضرت انا وياه بالزربه ما كملتش مع حتى سعاد المكان هاد الهضره. قلت لي انا موافقه نتزوج بك ولكن عندي شرط. قال لي شنو هو؟ انا موافقه على جميع الشروط ديالك. قلت لي هي انك تدخل الاسلام. قال لي كيفاش؟ قلت لي دخل الديانه ديالي. قال لي علاش انا ما شرطتش عليك انك تدخلي للديانه ديالي؟ قلت لي ما عندكش حق تشرط عليا هذا الشرط. قال لي انت عندك الحق انك تشرط عليا هذا الشرط. قلت لي اه حنا الديانه ديالنا هي الاسلام، حنا كنامنوا بالله وكنامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بغيتي تدخل معايا في الديانه ديالي مرحبا نتزوج انا وياك، ما بغيتيش الله يعاون الله يعاونك. المهم هو بحال ما عجبوش الحال ورفض. قال لي المهم انا غادي نفكر ونرجع عليك. قال لي انا صعيب عليا نخرج من الديانه ديالي وندخل الديانه ديالكم، والدين الاسلام هذا الشيء ما كاينش، وانت عندك ديانتك وانا عندي ديانتي، يعني ما تفرضي عليا ما نفرض عليك. قلت لي لا، اما ترجع للدين الاسلام وتسلم واما هذا الشيء راه ما غاديش يكون، واللي بيني وبينك كيسالي هنايا صراحه بحال شديتو من يدو اللي كتوجعو. المهم بقينا تقريبا شي شهر ما كنهضروش انا وياه، لدرجه كنت كنهضر معاه هو منخلني كيقرا الميساج وما كيجاوبنيش. قلت خليه يمشي بعيد مني ماشي مشكل، صافي على الاقل نتفت منه داك الكادوات وداك السويعه، المهم لي بارفان غير رفيع. صافي قلت خليه. مشيت دخلت لذاك الموقع لثاني مره وبقيت كنقلب، هاد المره تلاقيت مع واحد الشاب مغربي ولكن ما كيكونش في اوروبا كيكون في واحد الدوله عربيه. المهم بقيت كنهضر انا وياه المده ديال 3 شهور، هذاك السيد صافي من تما ما بقاش هضر معايا، واخا كنهضر معاه ما كيجاوبنيش، في الاخر بلوكاني وخلاني. قلت صافي مادام بلوكاني خلي والديك براسو، صافي بلوكاني ما بقيتش كنديها فيه.
بقينا كنهضروا انا وداك الدري. داك الدري الصراحه كان خدام فواحد الدوله كيف ما قلت لكم عربيه، وكان خدام حلاق تما. كان صراحه اعترف لي بالحب ديالو، قال لي انا كتعجبيني وكذا وهذه. من بعد ما بطبيعه الحال شاف التصويره ديالي وعجبته، اكثر حاجه عجبته فيا هي انني محتجبه، وتا صراحه الحمد لله اخلاق ديالي حميده. واخا كنهضر انايا مع الرجال ما عمرني تجاوزت معاه من الحدود، كنهضروا في اطار الاحترام وصافي. طلبني هذا السيد للزوج ولكن ما قدرتش نقرر حتى شي حاجه. انا كيف ما قلت لكم الحلم ديالي والهوس ديالي هو اوروبا، ماشي نمشي لشي دوله عربيه. المهم قلت ليه انا ما نقدرش نقول لك حتى شي حاجه، انا حاليا عندي اهداف واحده اخرى، وراني حقا كنقرر اللغات وباغا ندير شي حاجه في حياتي. ولكن بيني وبينكم كنت كنقلب على شي واحد اللي يكون في ديك الاهتمامات اللي انا كنهتم بهم، بحال مثلا كيف ما قلت لكم يكون كيعيش خارج المغرب. ايوا هي هذيك اخواتاتي. بقيت تقريبا شي 3 شهور وهذاك السيد يحيد ديال البلوك. حتى واحد النهار وانا نلقاه كيصوني عليا، بيطلع لي الرقم ديالو، حيت انا الرقم ديالو بقيت محتفظه عليه بالسميه ديالو. بقيت كيصوني عليا، جاتني عجبت، قلت هاد السيد هذا شحال هو مبلوكينا ودابا جاي يسد عليا راسي. شديت قطعت عليه الخط، ما بغيتش نجاوبو. بقى كيصوني. المهم في الاخر وليت جاوبته، هضرت معاه. سولت فيه، سول فيا، قال لي انا علاش غبت؟ على واحد الحاجه كنت كنوجدها لك. قلت ليه شنو هي؟ قال لي انا كنت كنبحث في الدين ديال الاسلام وتقتنعت به وهذه، وراني دابا مستعد انني ندخل الدين ديال الاسلام، ولكن بشرط انك تزوجي بيا. قلت ليه واخا الا كان هكا مرحبا. فعلا فرحت بزاف، نسيت السيد اللي كنت معداه انني ان شاء الله نفكر ونرد عليه. صافي هي هذيك، مشيت عند ماما كنجري، قلت لها شنو كاين شنو كاين. قالت لي هو مزيان ملي يقدر يقتنع بالاسلام ديالنا وفيها خير. داكشي اللي دار السيد، قال لي انا غادي ندخل الاسلام ولكن راه غادي نجي عندكم لتما باش توريوني كيفاش غادي ندير. صافي هي هذيك. ماما كانت قالتها للاب ديالي، قال ليها مرحبا. واخا الاب ديالي في الاول ما بغاش، وقال لي بنتي انا هاد الفكره ديال انك تزوجي بواحد كاوري ما عجبانيش. قلت ليها الوالد راه باغي يدخل الاسلام، واشنو اشنو وراه 3 شهور هو كيقرا على الدين ديالنا، وراه كيفاش كيفاش عاودت له كلشي وجيتو الصراحه. قال لي شنو غادي نقول لك، انا غير غدا بعدو ما تجيش تشكي ليا، انا الا سافتيني بنتي ما تلقايش بحال ولد بلادك، وحتى المغرب مالو راه تبارك الله فيه الخير، ولا عرفتي كيفاش تستغلي داك اللغات اللي قريتي، راك تقدري تخدمي هنايا بصالير زوين. قلت ليه بابا انا ما بغيت لا نخدم ولا نردم ولا نضرب تماره، انا بغيت نعيش حياتي، وهذا السيد هو اللي قدر يعيشني ديك العيشه اللي انا كنتمناها. فعلا الاب ديالي ما لقى ما يقول، وقال لي يا بنتي داكشي شغلك هذاك ودبر راسك، انا ما عندي ما نقول لك، دبري محينك. فعلا قلت للسيد يجي، درت معاه الوقيته اللي غادي يجي. جا وجا غير بوحدو، ما جاب حتى شي واحد، حيت راكم عارفين الاغلبيه مستقلين بذاتهم، ما عندهمش داك الطبيعه ديال ان جاي يخطب يجيب والديه ويجي ويدير لك العرس وهذا، لا نهائيا. جا على اساس انه يخطبني من عند والديه ويدخل الاسلام. فعلا اخواتاتي جا عندنا الوالد ديالي الحمد لله قاري وواعي وعارف شنو كاين، هضر معاه وعاه، قال ليه الاسلام ديالنا ها كيفاش دايرها كيفاش داير. المهم لقينا السيد فاهم بزاف ديال الحوايج، والله حنا مسلمين وما فاهمينهمش. هي هذيك مشينا عند واحد الامام ديال المسجد، هضرنا معاه قلنا ليه باللي انا غادي نتزوج بهذا السيد، ولكن قبل راه غادي يدخل الاسلام. داك الامام فرح وعجبو الحال، صافي قال له الشروط ديال دخول الاسلام كيفاش داير. تمكننا اننا نعاونوا هذا السيد، دخلناه الاسلام، شهد بلا اله الا الله محمد رسول الله. من بعد توكلنا الله وتزوجنا انا وياه، درنا العقد ديالنا حلالا طيب، درنا واحد العرس اللي الصراحه فاعل تاركو، عجبوه الاعراس المغربيه صراحه، ما بروفيتينا فيه ما حتى شي حاجه، الوالد ديالي اللي تكلف بكل شيء. المهم ما جيت نكمل انا وياه 6 شهور حتى كنت تزوجت به. هو قبل ما يدير بيا العرس كان طلع لي الوريقات ديالي، عاد جا درنا العرس ديالنا، دغيا دار لي التجمع حيت هو اصلا ولد البلاد وعنده الجنسيه الى اخره. المهم راكم عارفين دغيا طلع لي المسائل ديالي، معاه كنخدم خدمه زوينه، عنده فيلا تما في سويسرا. المهم السيد واصل بزاف. ايوا هي هذيك، جا دار لي واحد العرس مطبق، والوالد ديالي هو اللي تكلف بكل شيء الصراحه، ما خلاش اصلا هو يتكلف، لان كيف ما قلت لكم حنا ميسورين، ولكن تهلا فيا من جميع النواحي، حيت قال لي الاب ديالي باللي الاسلام ديالنا كيقول ان الراجل خصو يعطي الصداق للمراه، والله العظيم البنات الى 4 المليون اللي حط ليا فوق الطبله ديال الصداق ديالي، وبلا الذهب اللي شاريا. صافي السيد مشى قد الامور، جا درنا العرس ديالنا، شدني معاه كتبش عليكم واحد الارض اللي ولا في الاحلام، سويسرا واحد الدوله زوينه بزاف من جميع النواحي. فرحت بزاف وعجبني الحال، واخا ما سخيتش بوالديا ولكن قلت الحمد لله، انا داك الامنيه اللي كنت كنتمناها واخيرا تحققات. صافي مشيت عند الزوج ديالي في امان الله وحفظه. ف
فاش مشيت اخوتي شنو غادي نقول لكم؟ السيد صراحه ما بيش عادي كيتصرف معايا عادي كاي زوج، ولكن السيد واخا دخل الاسلام شتو ما كيصلي ما والو، العكس ديالي اللي انا الحمد لله متبعه صلاتي ومتبعه الحجاب ديالي. من بعد ما بقات كطول معاه العيشه وليت كنهضر معاه كنقول ليه شوف فلان راه السميه ديالك حنا بدلنا، هذا وليتي انت مسلم وسميتك ولات مسلمه، ولكن خصك تتبع العادات والتقاليد وكذلك الدين الاسلام. والدين الاسلامي الا كنتي بحثتي فيه راه كيقول خصك تصلي وخصك تصوم، خصوصا ان جا واحد رمضان وكان كيفطر. قلت له دابا انت مسلم ما خصكش تاكل رمضان. قال لي لا وانا مازال ما مقتنعش وانا هذيك. قلت له ولكن انت دخلتي للدين الاسلام كيفاش ما مقتنعش؟ مع العلم السيد ما كيصليش، كيقرا داك الكتب ديالهم هما، ما كيشدش القران، واخا صراحه كان شاري القران مترجم باللغه ديالهم والو. السيد بحال نقولوا ارتد على داك الدين وكندخل الدين الاسلام زعما غير باش ياخذني انايا. من بعد السيد ولا كيفرض عليا شي حوايج، مثلا ولا كيقول لي خصك تحيدي الفولار، وانا ما نبغيش المراه تدير هذا الفولار هذا ودير الحجاب وتلبس الطويل. كنت كنقول ليه الله يهديك يا هذا الراجل، انا في الاول شرطت عليك اننا حنا مسلمين وخصك تدخل الاسلام، انا ما حسبليش غادي تجيب لي لهنا وتولي تفرض عليا هذا الشيء. ولينا انا وياه في شد اللي نقطع لك، واخا في الاول الصراحه ما كانش كيفرض عليا بزاف. من بعد شنو ولا كيدير؟ ولا كيجيب صحاباتو وصحابو كيسكروا ليا في الدار. شنو غادي نقول لكم؟ العيشه ديالي معاه ولات حره، واخا انه كيصرف مالي فيا وكيعطيني الفلوس داير ليا كونت في البنكة، والله العظيم الا شرى ليا دار في المغرب كي دايره، ولكن دائما كيفرض عليا انني نزول الحجاب. صافي بقيت هكاك صبره معاه صبره، كنقول دابا يهديه الله دابا يهديه الله. كل مره كنهضر معاه على الدين ديال الاسلام وكنقول ليه اودي راه هادشي ما خصكش ديرو، هادشي راه كيعذب عليه الله سبحانه وتعالى، وهاك شنو قال الله وشنو قال الرسول وهكيفاش هكيفاش. ولكن السيد اللي في عقله راه في عقله والو، واش بغى يتبدل؟ واش بغى يتبدل يا خواتاتي؟ ما بغى يتبدل ما بغى يتغير، واللي في راسه في راسه. حتى لواحد النهار يا خواتاتي هو يجيب صحاباته وجاب صحابه، شو غادي نقول لكم؟ طلب مني انني ندير علاقه مع صاحبو غير حيت صاحبو انا عجبته. عيط نصبر وفي الاخر نوطى معاه قرباله، نوطى معاه قرباله ونوطس معاه صباط، ما خليتلوش بالمعيار قدام صحابو. ناض هو هز عليا يدو ضربني، ما نكذبش عليكم عطاني واحد القتله مزيانه سخسخني صراحه. داك صاحبو اللي كان باغي يطيح فيا قال لي يلاه تمشي معايا باش ما زعما ما يعاودش يضربك. قلت ليه سير بعد مني نتايا بعدا اخر واحد تجي تهضر معايا. المهم عطاني قتله قدام صحابو وصحاباتو، خلاني حاشاكم كلات بحال شي كلبه. ما نكذبش عليكم البنات والله العظيم الا كرهت العيشه معاه، وحاليا هذا السيد باقي كيتعدى عليا وكيضربني. وحتى المغرب دابا هادي تقريبا 3 سنين ما هبطتش للمغرب، فاش كيعيط عليا الوالد كنقول ليه هكا الوالد غير فلان عنده الخدمه غير فلان مشغول، كيقول لي قطع لك الطياره واجي. علاش هو الا كان مشغول انت راكي ما خدامه ما رده؟ ما كنقول ليه لا وما نقدرش نخليه بوحدو، وانا خوتي والله ما خلاني نمشي. دابا والله ما عرفت شنو غادي ندير، مره كنقول نطلق منه ونتهنى منه هو ما باغيش يطلقني. بعد المره كتلقاه مزيان وكيتهلا فيا، بعد المره عاوتاني فاش كيتوفي داك الشيء كيشدني كيعطيني العصا. وشحال من مره كيقول لي لا بغيتي نكون معاك مزيان حيدي داك الفلاره ولبسي المقزب. انا ما بغيتش نلبس داك الشيء خواتاتي والله العظيم، شحال من مره جربت انني نحيد الفلارات. انا عندي شعري طويل وزوين وانا زوينه الصراحه، واي كيجي معي اي لبس لبسته فورمتي زوينه، ولكن ما قدرتش اصلا نبقى غاديه في ديك الطريقه هذيك. انا كيف ما كان الحال واخا كنت باغ نعيش مزيان ونعيش واحد المستوى عالي على المستوى اللي كنت عايشه فيه، ولكن اخواتاتي راه ما كنتش باغا انني نرتد على الدين ديالي ولا مثلا نحيد الحجاب، لان لا حيدت الحجاب بحال كنرتد على شي حاجه ربي عطاها لنا في الاسلام، وانا خايفه بزاف من هذا الامر. دابا اخواتاتي هو في الوراق وفي السميه راه مسمي راسو صراحه بلا ما نذكر السميه مسلم 100%، ولكن البنات هو الصراحه راه لا يموت للاسلام باي صله. بعد المرات كيقول لي صافي غادي نولي نصلي وندير ونفعل. صافي كيقدر يصلي نهار ولا يومين ولا يقطع، كيحيد الشرب عاوتاني واحد السيمانه وعاوتاني عاود يشرب، كينبعد على صحابو شهر وشهرين وكيولي عاوتاني اكثر من الاول. شحال من مره كيدخل عندي سكران في واحد الحاله اللي ما هياش، واخر مره وغير مؤخرا غير في رجب انايا الصراحه اضطريت انني نخرج نتقدى شي حوايج كانوا خاصيني للدار. صافي ملي خرجت رجعت لقيت معاه واحد خيتي في فراشي، ما قدرتش نصبر على البنات، سكت حيت عارفه راسي الا بقيت هضرت غادي ناكل قتله العصا، داكشي علاش ما قدرتش نهضر. دابا حاليا كنفكر انني نقول لبابا هادشي كامل، يقطع لي الطياره نهبط بحالاتي ولا يشوف لي بابا شي حل. الاب ديالي في الاول نبهني وقال لي ما تجيش شي نهار تشكي ليا، لان الانسان راه هو والزمان، انت تمشي مع الواحد بلاصه بعيده وما تعرفيش كيفاش غادي تعيشي معاه. فعلا ديك الهضره كامله ديال الوالد انا وقفت عليها.
رغم انها في العام الاول هبطني الصراحه للمغرب وتهلا فيا، داك الساعه كان شويه ماشي بحال دابا. دابا صافي السيد كمل، ما نكذبش عليكم ما كنقدرش نهضر معاه وكينوض يضربني. بزاف ديال البنات غادي يقولوا لي وسيري بالغي به البوليس وهادي وهادي وجيبي حقك منه. ما قدرتش على البنات، بيني وبينكم كنبغيه وكنحماق عليه. ومؤخرا البنات لقيت راسي حامله، انا حاليا راني حامله منه. واخا هو في الاول كان كيرفض انه انني نحمل معاه، كان كيقول لي بلاتي علينا ما عندي ما ندير بالولاد. مع العلم راح عند ولادو مع العيالات اللي كان مزوج بيهم، وهذا الشيء ما عرفته غير مؤخرا، حيت في الاول ما كنتش عارفه، حيت كان جات عنده واحد مرته للدار وما خلاتش هي وياه، تعايرت هي ولايا والتابو ما عرفتش شنو كان بيناتهم. المهم هو ما قال لي والو، ملي سولتو علاش بينا علاش جات كتعاير فيه وكتسبو بحال هكا، شنو بيناتهم شنو بيناتكم، قال لي ماشي شغلك دخلي سوق راسك. صافي ما بقيتش كنسول فيه مازال، وعرفت انه عنده الولاد مع عيالاتو بجوج بهم اللي كانوا اللي كان مزوج بهم سابقا. انا البنات ما عرفتش كيفاش ندير مع هذا السيد، هو الصراحه مهلي فيا، ممكنني مشربني من كل شيء. وحتى دابا فاش حملت وقلت لي راني حامله ما قال والو، بالعكس فرح وقال لي ماشي مشكل، ولكن فين ما كينوض ما كيخليليش بالهضره. وغير حاليا غير حاليا قال لي خصك تزولي الفولار الا بغيتي تعيشي مزيان. قال لي انا يا صافي واخا حملتي ما عنديش مشكل، ولكن باش ما يوقعش بيناتنا مشاكل مره اخرى زولي الفولار ولبسي العصري، يعني لبسي داك المقزم. لكن انا ما بغيتش البنات، عافاكم الا ما نصحوني شنو نقدر ندير في هذه المشكله هذه اللي مخلياني بلا نعاس، وخصوصا انني دابا حامله وعندي 3 شهور في الحمل. وما نكذبش عليكم جاني واحد الحمل اللي خايب، وكنتوهم بدل الفولاره اللي كنت كندير ونخرج وليت كندير غير نص شده. ما نكذبش عليكم حالتي حاله، دائما كيدخل كيلقاني في ديك الحاله كيقول لي انت يا دايره وفاعله وتاركه، ما كيبغيش كيقول لك لا خصك تلبسي لي مزيان، وخصي فاش نجي نلقاك لابسه هاي دو بياس وهادي، وكيفرض عليا شي حوايج انا والله ما قاده نديرهم معاه. وهذه حكايتي اختي امينه، عافاك الا ما دوزيها في اقرب وقت، عافاك اختي امينه راني غادي نتسطى ونحمق، وزادني الوهم غالب عليا اكثر من القياس. امي مسكينه باغا يقطع ليها الوالد ديالي وتجي عندي، ولكن ما خليتهاش. قلت لها لا ماما بلا ما تجي بلا ما تعذبي راسك، قالت لي بنتي نجي غير نقابلك وهذه. قلت لها لا ماما بلاش، والله العظيم ما عرفت شنو غادي ندير. شكرا لك اختي امينه حيت سمعتيني، الله يجازيك بخير، وحط القصه ديالي في اقرب وقت. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال هاد السيده هذه، صراحه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بزاف ديال البنات اللي كيطيحوا في هاد المواقف بحال هادو، كتجي كتزوج بواحد كيدخل الاسلام اون فوا كيضمنها عنده صافي كيرتد، فالاسلام ماشي سهل. كاين ناس عاوتاني اللي كيدخلوا الاسلام وكيبقاو زعما غاديين فيه وكيولي احسن منك انتيا اللي كتكوني يعني مسلمه من الدبر. فكيقول لك الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صدق الله العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف أختي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلا جيتي عندي باش نشجعك نقول لك حيدي الحجاب ديالك وارتدي على الدين ديالك، ف ما يمكنش ما غاديش تسمعيها مني. فإلا ما قدرتيش أنت تخليه يسلم ويتبع الدين ديال الاسلام، فما يمكنش يخليك انت ترتدي على الدين ديال الاسلام غير باش هو يكون مزيان وبخير وعلى خير. فما يمكنش راه تفضلي الطلاق تطلقي منه وما تعيشيش معاه في هاد الهم هذا. فما عرفتش ان علاش بزاف ديال البنات الصراحه كيهمهم الماديات اكثر بزاف ديال الحوايج. دابا انت يكون غير تفرقتي معاه قبل ما تحملي غادي يكون حسن، دابا زدتي تحملتي مع واحد خارج على دين الاسلام وسلم غير باش زعما تزوج بك ومن بعد ولا كيفرض عليك شي حوايج، فما يمكنش. ضروري خصك الحل. انا نصيحتي لك ان تخبري الاهل ديالك والديك يشوفوا لك شي حل معاه، اما يجي والديك يهضروا معاه، واما اختي اش غادي نقول لك، اللي كما اللي كيقول كما اللي يجمعكم يفرقكم. واكيد خصك ديري مع الحل مادام عندك وريقاتك وداك الشيء، راه تقدري تعيشي في داك البلاد وتعيشي معززه مكرمه. فربما حيت ولدو راه يقدر يبقى يعطيك ليصانه ديالو، ما عرفتش انا كيفاش دايره القانون، كيفاش داير القانون تما ديال هذاك ديال سويسرا. فما عندي ما نقول لك من غير اختصار، تقوليها لوالديك، عيطي لباباك وهضري معاه قولي واحد جوج ثلاثه بابا انا شنو واقع ليا. والديك واخا كيف ما كان الحال نبهوك وداك الشيء وما ديتيش الري، ما غاديش يتخلاو عليك، مع ان الوالدين ديالك على ما عاودتي عليهم ناس متفتحين
وعارفين وواعيين. فهضري مع والدي قول لهم انا شنو شنو السيد اللي جابني هو كيفرض عليا شي حوايج اللي انا ما بغيتهمش. الوالد ديالك بطبيعه الحال ما غاديش يعجبو الحال، ومادام عنده باك عنده الفلوس وداك الشيء ولاباس عليه يقدر يجي لعندك حتى تما ويحل لك المشكل. اما تطلقي منه وتمشي تكملي حياتك اما في ديك البلاد ولا تبدا المغرب تكملي حياتك. واختي بنادم يلبس قدو ويواتي، واختي بنادم يحمد الله ويشكره، راه الفلوس ماشي هما السعاده ديال الانسان، والله ما كتكمن السعاده في الفلوس. ها انت لاباس عليك وكيف ما قلتي موكلك مشربك، وراه الحياه ماشي غير اكل وشرب، راه بنادم راه بنادم ما خلقناش ربي في هذه الحياه غير عبات غير هكاك، راه كاين حكم باش حنا رحنا مخلوقين تحت هذه الكره الارضيه وحنا عايشين في الدنيا. فكنتمنى ان شاء الله يفرج عليك الله في القريب العاجل، وانا الا ديتي طريف من ريا غادي تخبري الاهل ديالك بهذا المشكل اللي انت حاصله فيه، وان شاء الله ما يكون غير الخير. هذا فقط وجهه النظر ديالي، ولمحكمتكم موقره واسع النظر. كذلك البنات الاخوان والاخوات غادي ينصحوك في الكومونتير، ونتمنى ان شاء الله ربما انا داك الشيء اللي ما قدرتش ننصحك به هما يقدروا ينصحوك به. هادشي اللي كاين حبيبتي، شكرا لك حيت تقتي في قناتنا، شكرا للمتتبعين والمتتبعات، وما نساوش القناه من الدعم من خلال الضغط على زر اعجاب، وكذلك نحطو كومونتير واخا غير قليب ولا اي حاجه منكم راها فيها الخير والبركه. ما تنساوش كذلك تبارطاجيو القناه على نطاق واسع، دخلوا قنوات سمح حكايتي رقم 2 وكذلك امينه ستوري، وما تنساوش اختي نبيله من الدعم ديالكم للقناه ديالها سميتها حكاية الناس. إلى أن ألقاكم أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.